الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمه الله ورعاه أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أقدم إليكم الفائزين بالجائزة هذا العام لقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام الدكتور ذاكر عبد الكريم نائك الهندي الجنسية مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند وقد رشحته للجائزة الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض ومنح الجائزة لما يأتي أولاً يعد من أشهر الشخصيات الدعوية الناطقة بغير اللغة العربية في العالم إذ تمثلت جهوده في إلقاء مئات المحاضرات والندوات العلمية التي تشرح دين الإسلام وتدافع عن مبادئه معتمداً القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة أساساً لنشر الدعوة اثنان أنشأ قناةً إسلاميةً باللغة الإنجليزية قناة السلام Peace Channel وهي الوحيدة في العالم في مجال المقارنات وتبث على عدة أقمار صناعية وأخرى باللغة الأردية وثالثة باللغة البنغالية وقد بلغ عدد مشاهدي القناة الإنجليزية أكثر من 100 مليون مشاهد ثالثاً أنشأ سلسلة من المدارس بدأت في الهند ثم امتدت إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية وتهدف إلى إعداد جيل من الدعاة غير العرب وتقوم بتربية الطالب ابتداء من مرحلة ما دون الابتدائية إضافة إلى المناهج التعليمية الحكومية المعتمدة التي تدرس باللغة الإنجليزية يسرني أن أدعو الدكتور ذاكر عبد الكريم لاستلام الجائزة وتقديم كلمته. Would Dr. Zakir عبد الكريم come forward to receive the prize and deliver his speech.